ليس بغريب على دولة الإمارات العربية المتحدة هذا القرار الإنساني التي قررت منح رعاية الدول التي تعاني من الحروب والكوارث إقامة لمدة عام في الإمارات. هذا العمل الريادي، فدولة الإمارات دائما رائدة في العمل الإنساني، فهذا دليل لإكمال مسيرة زايد الخير في العطاء. شكرا لكل أهل الإمارات وشكرا للرجال زايد.